بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا التاسعة في مادة Diagnostic Microbiology راح تتضمن موضوع إصابات الجهاز التنفسي. بعد أن تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى إصابات الجهاز العصبي المركزي وما لهذا الجهاز من خصوصية مهمة جدا، كون عينات الجهاز العصبي المركزي صعبة، لذلك من يتحتم على التقني المختبري أن يعمل بكل دقة واحترافية لتجنب الأخطاء وتجنب ضياع العينة. أما اليوم سنتطرق إلى موضوع إصابات الجهاز التنفسي وما لها من ارتباطات مع الأجهزة الأخرى ومع المحيط وغيرها. في البدء، موضوع الجهاز التنفسي أنه لابد من أن نعرف أن جهاز أو قناة التنفسية هي تنقسم إلى جزئين رئيسيين. الأول هو الأبر بارت، اللي هو نقصد به الأجزاء العلوية اللي هي بتماس مباشر مع المحيط، مثل النوز والفارينكس. أما اللور اللي هي الداخلية أو السفلى، اللي هي اللارينكس والتراكيا والبرونكيا والالفيولا. هذه الأجزاء كل واحدة من عندها بيها نورمال فلورا معينة، وكل واحدة بيها إصابات معينة وأعراض وأمراض معينة. البكتيريا الموجودة في هذه الأعضاء أو هذه الأجزاء من عضو من القناة التنفسية هي من النوع الريزيدنت مايكروفلورا، تذكرون اكو ترانزنت واكو ريزيدنت، هاي اللي باقية بوقت طويل ولها طبعا أهمية، راح تمنع عنا الكولونايزيشن مال البكتيريا الغازية. أيضا عندنا وسائل دفاع أو حماية لهذه الأجزاء من الجهاز التنفسي، مثل إيش؟ مثل الهير موجود والميوكوس ممبرين و ايضا السيليا موفمنت الموجوده بهذه القناه التنفسيه، والسنيزنج والكافينج يعني السعال والعطاس، و حتى وجود الاكسجين تنشن العالي الموجود باللانج الى دور مهم في القضاء على العديد من الميكروبات وخصوصا الهوائيه. كل هذه الاشياء اللي ذكرناها هي تعمل ك خط دفاع مهم جدا للتخلص أو لتقليل إصابات الجهاز التنفسي. أي ضرر أو أي خلل في أي من هذه الأجزاء راح يسبب لنا إصابات للجهاز التنفسي. الموضوع المهم هنا بالجهاز التنفسي الخصوصية إلى أنه هو مشترك بين الأعضاء الداخلية والأعضاء الخارجية، يعني هو النويز والفارنكس راح يكون معرضات للمحيط الخارجي، لذلك راح كل الملوثات أو الممرضات اللي تجي من المحيط الخارجي ممكن أن تصيبنا عن طريق هذا الجزء. أيضا أكو قناة مشتركة هي تتصل بين الأذن والعيون والأنف، هذه الكومن كانال راح تخلي الإصابة لأي جزء من هذه الأجزاء ممكن أن ينتقل لجزء آخر. يعني إصابات الجهاز التنفسي ممكن دورها تأثر على بعد فترة ينتقل الالتهاب إلى الأذن الوسطى وبالعكس، مثلا شخص صار عنده التهاب بالأذن الوسطى ممكن تنتقل الإصابة إلى الجهاز التنفسي. العيون أيضا كذلك، والسبب قلنا لكم أنه أكو قناة مشتركة بين هذه الأجزاء. أكثر البكتيريا اللي موجودة بالنيزل كافيتي واللي ممكن أن تصل إلى الرئتين هي بصورتها الطبيعية موجودة بالتجويف الأنفي، الستافيلوكوكس، موجودة مع العديد من الأنواع الجرام بوزيتيف الأخرى، لكن في طريقة أو بأخرى ممكن أن تصل أو تحصل على طريقها
إلى الأجزاء الأخرى الداخلية. مثلا في بأي سبب أنه عندما تدخل إلى داخل الرئتين أو القصيبات أو الشعب الهوائية أو غيرها، راح تسبب لنا أمراض لهذه الأجزاء. أيضا ممكن التهابات الأذن، تحدثنا عنها، قلنا هي واحدة من الأسباب اللي تخلي ممكن التهاب للجهاز التنفسي، لأن بعض العادات الخاطئة والسيئة تعمل على وصول البكتيريا الملوثة إلى الأذن. مثلا عندما أحد يعني يقوم بلمس أذنه الداخل الخارجية بأصابعه الغير نظيفة أو الملوثة، عندنا خط دفاعي أو خط صد مهم جدا لمنع إصابات الجهاز التنفسي وأيضا الجهاز الهضمي وغيره، هو التونسلز. اللوزتين واحدة من أهم خطوط الدفاع الأمامية. هذه الخطوط تكون معرضة لجميع الممرضات اللي تدخل مع مجرى التنفسي. هنا الحالة، في حال صار أي خلل بها أو في حال تداخل جراحي وإزالتها، راح يكون الإنسان معرض جدا للكثير من الممرضات أنه تصل إلى جهازه التنفسي وأيضا جهازه الهضمي. إصابات الجهاز التنفسي ممكن أن تقسم على عدة مستويات، فمثلا تقسم إلى الـ Adult Infections والـ Childhood Infections، إصابات البالغين وإصابات الأطفال، هاي بالاعتماد عليه من على الـ Age Groups، على الفئات العمرية. فمثلا البورتديلا بيرتيوسيس، هاي البكتيريا المعروفة المشهورة اللي تسبب لنا إصابة الوبينج كاف، اللي هي الوبينج كاف السعال الديكي. حضراتكم أكيد تعرفون أنه السعال الديكي هو واحد من الأمراض الشهيرة عند الأطفال، إذا غير ممكن نلقاه عند الأدلت، لذلك صنفوا الإصابات. ممكن أكو إصابات تصيب فقط الأطفال وفقط، أو فقط البالغين أو فقط الأطفال. فمثلا البورتيديلا بيرتيوسيس هي متخصصة في إصابات الأطفال، وهذا المرض اللي هو الوبينج كاف اللي هو السعال الديكي يحدث عند الأطفال، إذن هو من نوع Childhood Infection. أما التقسيم الآخر، طبعا هنا يتراود إن السؤال ما هي الأنسجة، نفس الأنسجة والأعضاء نفس الأعضاء عند الأدولت والChildhood، ما هو السبب لإصابة الأطفال بهذه البكتيريا وعدم إصابة الكبار؟ هذا السؤال نطرحه على حضراتكم، أريد إجابة فلسفية مقنعة صغيرة مختصرة. ليش الكبار السن أو البالغين ما يعانون من الـ whooping cough بينما الـ childhood يعانون من الـ whooping cough؟ السؤال التصنيف الثاني بالاعتماد على الحدوث مال الإصابة للجهاز التنفسي، هل هي accidental أو seasonal؟ هل هي عرضية بشكل عرضي، يعني تتعرض لشيء معين وتحدث الإصابة، لو هي فصلية، كل فصل بسبب تغير الأجواء من حارة إلى باردة، من باردة إلى حر، تحدث بشكل متكرر؟ هذا الموضوع مهم. ليش؟ لأن أنت تعرف الأمراض مال الأكسيدنتال لازم تعرف شنو المسببات مالتها الشائعة، وما السيزونال تعرف شنو المسببات الشائعة لها، حتى بالتشخيص تسلك الطريق الصحيح. النقطة المهمة الأخرى هنا، لازم نخلي بالنا أنه no limitation for types of bacteria، يعني ما عندنا محددات أو ما عندنا أنواع محددة نقول هي فقط هذه اللي تصيب الجهاز التنفسي. الكثير من عندها هي تصيب الجهاز التنفسي، لكن هنا نقول الأكثر شيوعا هي الستافيلوكوكس والستريبتوكوكس والهيموفيلس
والكوروني بكتيريوم والأسيريا والبكترويد والفيوزو بكتيريوم والأكتينومايسيتس. هذني هن typical example of these bacteria، هن الأمثلة النموذجية لهذه البكتيريا اللي تسبب لنا إصابات الجهاز التنفسي، بينما عندنا الكثير من الأمثلة هي لكن هي مت لا تكون الشائعة بدرجة الأساس. عندنا أيضا أنواع بكتيريا أخرى شائعة هي المايكوبلازما والكلاميديا والمايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس، أكيد سامعانين بهذه الأنواع اللي تسبب لنا النيمونيا أو غيرها من الأمراض التيبي وغيرها. هنا نقطة مهمة أشار لها، المصدر اللي معتمديه إنه الميدل والإنر إير، الأذن الوسطى والداخلية هي شبيهة نورمالي سترايل، لذلك وين عندما الأوتر القناة السمعية الخارجية هي تكون بها نورمال فلورا، في حال الشخص قام بتنظيف أذنه بطريقة خاطئة راح يمكن أن يدخل هذه البكتيريا اللي موجودة بالأذن أو القناة السمعية الخارجية إلى الداخل، وبالتالي يسبب لنا أمراض الجهاز التنفسي. أو في حال السنيزينج والكافينج راح ممكن أن يسبب لنا عبور أو بسبب حبس الهواء اللي منطلق بسرعة عالية راح يدخل البكتيريا للداخل. أما بالنسبة للعيون، العيون هي أقل تسببا في إصابات الجهاز التنفسي باعتبار وجود التيرز الدمع اللي بالعيون يحتوي على مادة اللايسوزايم اللي هي تسبب ديستروي لأغلب الخلايا البكتيرية. عندنا بهذا الشكل أو الرسم اللي أمام حضراتكم يوضح لك أكو عدة أنواع من الأمراض اللي تسبب الأمراض الشائعة للجهاز التنفسي. راح أذني ثمان أمثلة أمامكم، كل واحد مرسوم هي الجهاز التنفسي وأي جزء بالضبط هو اللي متأثر. احنا راح ناخذ ثلاثة من عندهم بالتفصيل، وهذني الثمانية هنا للإطلاع حتى تشوفون كم هو عدد الأمراض وخطورتها وصعوبتها. البرونكياتس التهاب الشعب الهوائية، والنيمونيا ذات الرئة أو الالتهاب الرئوي، وحتى اللنج كانسر وغيرها من الأمور. وشوفون ايش راسم لكم، هو راسم لكم الجزء شنو الجزء اللي يتأثر بالضبط حتى تعرف من تقرأ تعرف الإصابات وين بالضبط اللي تحدث، يعني مو كلها مكان واحد، كل مرض من هذه الأمراض هو يتحدد في جزء معين من أجزاء الجهاز التنفسي. راح نجي ناخذ ثلاثة من عندهن اللي هي الأهم واللي هي مسؤول عنها المايكرو أورجانيزم. فأول وحدة البرونكياتس التهاب القصيبات الهوائية، هذا طبعا شائع وكل أغلب الناس هي تعاني من عدة، والكثير من عندهم يحتاجون تشخيص مختبري. فالبرونكيات بصورة عامة هو بنوعين، بنوع الأكيوت وبنوع الثاني الكرونيك. النوع الحاد الأكيوت هذا الشبيه هذا يكون يعني الشخص متعرض له أكيد أو يعاني من عدة خلال أيام قليلة، بينما الكرونيك هو اللي يعاني من عدة الشخص من التهاب القصبات أو القصيبات خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر. هنا لازم نخلي بالنا احنا الشخص السامبل اللي جايتنا كمختبرين تقنيين مختبرين نعرف هالسامبل هاي جايتنا من اكيوت ذو كرونيك، حتى نعرف شنو السوسبكتد اورجانيزم حتى نتحرى عنها، فهل هو فعلا موجود، ونشوف الانتيبايوتيك مالتها اللي تشتغل. بالاكيوت الاكثر البكتيريا الشائعة هي المايكوبكتيريوم نيموني والبورتيتيلا بريتيوسيس. اما دايجنوستيك اللي هو شغلنا بالمختبر، السبيسمين راح تكون سبيوتم قشع نشوفه ونفحصه، شو نسوي له؟ نسوي له جرام ستين وراها كلتشر، اذا كان اكو سيلز مال البكتيريا بالجرام ستين راح نسوي كلتشر حتى نكمل، واذا كان ماكو سيلز ما تطلع لنا بالجرام ستين راح معناها ممكن الموضوع فيروسي،
فما نستمر نسوي كلتشر نروح قبل للسيرولوجيكال تيست او غيرها، البايوكيميكال تيست والسيرولوجي. بالكرونيك اتفقنا انه الموضوع الشخص لازم بناخذ سامبل من عنده، نعرف بان هو صار له كذا شهر بحدود 3 اشهر او اكثر هو يعاني من التهاب القصبات، لذلك من المحتمل انه تعرض ل يعني هو لتلوث الهواء، او هو يعاني او من المدخنين، او متعرض لبكتيريا موجودة مثلا في اماكن قليلة التهوية او سيئة التهوية. الامثلة المسببة اكثر البكتيريا المسببة هنا راح نبحث عن من نبحث عن ستريبتوكوكس نيموني والهيموفلوس انفلونزا والمايكوبلازما نيموني والبران ميلا كاترالي. هذني إذا تنتبهون عليهن يختلفن عن الجينوس والسبيشيز الموجودات بالأكيوت برونكياتس. لذلك موضوع الأكيوت والكرونيك مهم للمشخص مختبريا حتى يعرف عن من هو يبحث. طبعا البروسيجر هو نفس البروسيجر المتبع بالأكيوت وحتى السبيسمن هي نفسها. المثال الثاني النيموني. النيموني ذات الرئة أو الالتهاب الرئوي، تعرفون هذا الموضوع جدا شائع وجدا حساس وخطر خصوصا للأطفال، ومهم أنه نعرف بالنيموني من الممرضات اللي هي أكثر شيوعا السبب أن النيموني. أولا الكوزاتيف ايجنت هي الأكثر شيوعا هي ستريبتو كوكاس نيموني والستاف أريوس والهيموفيلوس انفلونزا والمايكوبلازما نيموني. أما دخول هذه الميكروبات لللنج شلون توصل للرئتين؟ أما عن طريق الاسبيريشن of oral and gastric secretion، يعني بعض الأطفال خصوصا عن طريق الخطأ يبتلع الإفرازات أو الماء أو الشرب العصير أو غيرها وتدخل إلى جهازه التنفسي، راح تاخذ وياها كمية كبيرة من البكتيريا النورمال فلورا او غيرها وتدخل الى الجهاز التنفسي اللي هي ما يصير توصل له. بسبب من؟ بسبب انه افرازات او السوائل هي اللي تجرفها بطريقة. اكو مصدر اخر، نعم من المصادر الاخرى هي مثلا عن طريق الهيماتو جينوس، يعني اصل عن طريق الدم اللي ينتقل من الاعضاء القريبة للرئتين، ممكن هي اللي تكون مصابة وتنقل الإصابة للرئتين. أيضا direct inoculation يجي هذا منين؟ من الأعضاء المحيطة بالرئتين بشكل مباشر مو عن طريق الدم، و أو المصدر الآخر اللي هو أن نستنشق هذه الأحياء المجهرية الممرضة بشكل مباشر كميات كبيرة من أشخاص مثلا مرضى أو من أماكن ملوثة. إذا عندنا 4 مسالك لوصول هذه البكتيريا الممرضة للرئتين برغم وجود عدة خطوط للحماية. الدياجنوسيس مالتنا إنه لازم ناخذ السامبل مالتنا جدا صعبة. ليش؟ لأنه احنا لازم ناخذ من اللور ريسبيراتوري سكريشن، ناخذها ونفحصها ونشوف هل بيها نيوتروفيل اند سكويموس ابيثيليال سيل، حتى نشوفها اذا موجودة نروح نتأكد انه عندنا هذه اصابات الرئتين. طبعا اكيد انتم ملاحظين ما حد يعني قل القليلة تجي عينات من هذا النوع. ليش؟ لان الطبيب عادة يعتمد عليه من يعتمد على التصوير الاشعة ويفحص القفص الصدري ويشوف الرئتين هل بها ليجن معين ويتوقع احدى البكتيريات ينطي افضل مضاد حيوي ممكن يخلص، وفي حال ما اشتغل المضاد الحيوي راح يغير، وفي حال ما اشتغل المضاد الحيوي راح يطلب التشخيص المختبري. النوع المثال الثالث هو التيوبر كولوسيس السل الرئوي.
تعرفون حضراتكم السل الرئوي هو البكتيريا المسؤولة عنه هو المايكوبكتيريوم تيوبر كلوسيس. هذا المرض له عدة مصادر أو متعدد الأصل. ممكن يكون الأصل مالته بشري، يعني عن طريق بشر مصاب بهذه البكتيريا اللي لذلك تسمى المايكوبكتيريوم تيوبر كلوسيس إذا كان بشري الأصل. أما إذا كان عن طريق الحيوانات وهذا أيضا شائع، لذا المايكوبكتيريوم بوفيس تسمى هذه البكتيريا. وأما إذا عن طريق الطيور، يعني هنا مو الحيوانات بصورة عامة، المواشي. أما إذا عن طريق الطيور فالمايكوبكتيريوم أفيوم هي اللي مسؤولة عن مرض السل الرئوي للإنسان. المين بروبلم اوف ذيس بكتيريا، شنو المشاكل الرئيسية المهمة لهذه البكتيريا؟ هل هي او ما هي اهم صفات هاي البكتيريا اللي تخليها تصير في سبب من اسباب الامراض المهمة؟ ما هي اهم مميزات هذه البكتيريا اللي تخليها صعبة العلاج أو التشخيص وغيره؟ أول واحدة هي مقاومة للـ environmental stress مثل الـ dryness. يعني هاي البكتيريا جدا جدا مقاومة للجفاف، لذلك هي من الممكن أن تبقى بالسبيوتم لعدة شهور. هذا طبعا نقطة جدا جدا مهمة، لأن مثلا الأشخاص اللي يشتغلون في وحدات العلاج الصدري وغيرها راح يكونوا معرضين لهذه الإصابة بالرغم من عدم وجود شيء مرئي أو ملموس، إلا أن هذه البكتيريا ممكن أن تبقى لعدة شهور متحملة للجفاف. الشيء الآخر أنه الأنواع العائدة للمايكوبكتيريوم هي تكون بالإضافة لها مقاومتها للجفاف، هي تقاوم المواد الكيميائية مثل المطهرات وغيرها، وأيضا تكون مقاومة لعدد كبير من المضادات الحيوية. لذلك بما أن هذه البكتيريا هي مقاومة للظروف البيئية الجافة وتم يمكنها أن تبقى لفترة أشهر، وأيضا مقاومة للمواد الكيميائية والأنتيبايوتكس، راح تكون واحدة من أهم الممرضات للجهاز التنفسي الخطيرة وصعبة العلاج وأيضا حتى التشخيص. كيف تنتقل من شخص إلى آخر؟ تنتقل عن طريق الـ Airborne Droplet، يعني هاي الرذاذ الذي ينتقل بين الأشخاص المصابين والأشخاص السليمين، ينتقل عن طريق البكتيريا، لا تنتقل عن طريق الهواء بشكل مباشر، وإنما تنتقل هذه البكتيريا عن طريق الرذاذ. حالة حال فيروس كورونا الحالي إنه بحدود المتر إلى متر ونص ممكن أن تصل هذه القطرات أو القطيرات مال الرذاذ، تسبب العدوى بين الأشخاص. لذلك لازم تترك مسافة بين شخص وآخر ما لا يقل عن متر ونصف، حتى واحد يتجنب موضوع هذه القطرات أو القطيرات مال الرذاذ اللي هي تكون حاملة لفيروس كورونا أو لهذه البكتيريا، بكتيريا المايكوبكتيريوم توبركلوسيس. التماس المباشر ولفترة طويلة مع الأشخاص المصابين أيضا يسبب أن تناول الحليب للحيوانات المصابة أيضا السبب أن هذه الأمراض، إذن هي واحدة من الأمراض اللي تسمى تنتقل عن طريق الـ Airborne Droplet وليس الـ Airborne بصورة عامة. لذلك ممكن السبب أن عدوى عن طريق الـ Direct Contact مع الأشخاص المصابين. أما التشخيص المختبر للمايكوبكتيريوم شوية راح يكون بصعوبة. ليش؟ لأن
هذه البكتيريا تحتاج إلى وقت طويل طويل جدا للكلتشر مالتها، يتراوح بحدود 3 إلى 4 أسابيع أو 5 أسابيع حتى تطلع المستعمرات على الكلتشر الخاص بها اللي هو الألجي أم. وهذا الشيء غير مجدي بالتشخيص، لأن إحنا نحتاج سرعة بالتشخيص. لذلك يلجؤون الباحثين أو العاملين في مختبرات الميكروبيولوجي إلى طرق أخرى هي البي سي آر أو غيرها من الطرق السريعة. طبعا العينات ممكن تأخذ سامبل من أي جزء يخص الجهاز التنفسي أو غيرها، حتى الشخص المايكو بكتيريوم تيوبر كولوسيس. لهنا خلصت محاضرتنا الخاصة بإصابات الجهاز التنفسي. أنا أشكر حضراتكم، ونلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة، وفي أمان الله. Thank you.